السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير خواتاتي خوتي. اليوم غنبارك لكم بعد العواشر ديال رمضان، والله يبعد علينا هذا وباء كورونا كوفيد 19 اللي دخل علينا رمضان بالصحة والهنا. اليوم غنقدم لكم واحد التحلية رمضانية نديروها في السحور، ساهلة مهلة. غادي تحتاج إطر ديال الحليب، جوج بنانات، جوج فلون فاني، 50 غرام ديال التمر، ما غنديروش فيها السكر. غنبداو ان شاء الله، غنخويو الحليب، غنطحنوه في مونيليكس، غنديرو يطرو تاع الحليب. سهل، غنديرو البنان، غنديرو التمر بلاصه سنيده، غنديرو التمر، غنطحن وغادي نرجع لعندكم ان شاء الله. غنخويو فلو، ها هو الحليب دابا هو غلا، داكشي اللي طحنت الحليب مع البنان والتمر، دابا فلون غنديرو جوج صاشي ديال فلون فاني. سهلة التحلية، ما فيها كاع السكر، وهاد فلون طاني بدون سكر، فلون بدون سكر مقدار 4 غرام. دابا غادي نسكبه في الكؤوس، غنخوي في الكيسان نشوف شحال خرج لينا. غنخوي في الكيسان، ما نعمرهمش باش الا بغينا نزينهم شي حاجه نلقاو كيفاش نزينهم. عرفتي يطرو تعطينا كيمياء، تبارك الله. عطانا 6 الكؤوس وشاط الخير. دابا غنديرو في كيسان اخر. الفلو ديالنا هو درتو في الكيسان، دابا غادي ندخلو للتلاجة بعد يبرد، غنتلاقى معكم ان شاء الله. التحلية ديالنا هي تقادات صايبات،
غنزينها بالتفاح والفريز، وغنزيد نزيد عليها شويه ديال لاصوص كراميل. لاصوص كراميل درتها نيت شحال هذا وخليتها. تستحق التجربة. التحلية ديالنا ها هي موجودة ديال السحور، تستحق التجربة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على اللايك وشاركونا وبارتاجي. بدعمكم سترتفع القناة إن شاء الله إلى فيديو آخر إن شاء الله.